مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى وجي توكس One things I learned from TED Talks videos أو TED Talks وبس whatever الاسم راح يكون. بس اللي راح نعمله في هاي السيريز إنه إحنا راح نحكي عن 101 شيء أنا تعلمتهم من الفيديوز اللي عم بحضرهم من TED Talks، وراح أكون عم ببلش بأكثر فيديوز عليهم فيوز اللي أي ثينك راح يكونوا أكثر من 15 مليون فيوز. اللي هاي الفيديوز أنا راح أشوفها فعليا فيها شيء مفيد، فيها نقطة نحكي عنها أو فيها فكرة، لأنه مش كل الفيديوز مش كل التيد توكس اللي عم بنشوفهم أو اللي عم نسمعهم أو اللي عم بصير عليهم بروباغندا هي صراحة فيديوز مفيدة. فإن شاء الله أنه هاي السيريز راح تكون سيريز يعني مفيدة مليون ومسلية مليونين وفيها شيء نسمعه. فخلينا نبلش. How to speak so people want to listen. يعني أول ما تقرأ أو تسمع اسم هذا الفيديو اللي أنا راح أحكي عنه راح تخيل إنه أنت راح تبلش إيش، إنه أنا شو بدي فيها الناس اللي بدها تسمع، ليش بدي تكير إنه الناس تسمع. بس راح تكتشف بالآخر إنه فعليا أنت بكل سبيتش عم تعمله أو بكل خطاب أو حوار أو كلام أنت بتطلعه من عندك بتكون بدك الشخص اللي قدامك يسمع، سواء هذا الشخص اللي قدامك هو فرد أو هو أودينس كامل، سواء أنت عم تعمل مؤتمر أو عم تعمل خطاب رسمي أو أنك أنت فعليا عم تحكي مع أي حدا عم بيكون جنبك، سواء أخوك أختك صاحبك حبيبك حبيبتك مرتك زوجك whomever هذا الشخص اللي أنت عم تحكي معه مديرك بالشغل. اللي شفته صراحة من هذا الفيديو إنه هو كان فيديو مميز بيختصر كثير أشياء أنا صراحة مريت عليها كثير ولاحظت إنه يس بنحتاجها، وفي كثير مواقف مش بس بهذا الفيديو لقيت إنه إحنا بنحتاجها. فلما نحكي عنه هو أنت كيف تحكي بطريقة تخلي الناس فعلياً حابة إنها عن جد تسمعك، وهاي التبس والتريكس I assume إنك أنت محتاج إنك تحضر كثير فيديوز أو تقرأ بكثير أماكن علشان تعرف عنها، بس في هذا الفيديو راح تلاقيها كلها صارت بين إيديك. وهذا الفيديو مأخوذ الكونتنت تبعه مش حرفياً لكن السبيريت تبعه والمين بوليت بوينتس فيه من الفيديو اللي اسمه How to speak so people want to talk، هو TED Talks فيديو وعليه I think أكثر من 29 مليون فيوز، والسبيكر كان في هذا التوك هتلاقوه هون الصورة تبعه كان اسمه جوليان تريجر. صراحة ما بعرف إيش يعني السبيكر بس الحكاية أشياء كثير حلوة ومفيدة خلينا نبقى فيها. علشان تقدر تعمل الإشي اللي فعليا أنا عم بحكي لك إياه في هذا الفيديو اللي أصلا حكاه جوليان تريجر في الفيديو تبعه، أنت محتاج تبعد عن 7 عادات سيئة وإحنا كلنا بنعرفها. أول واحدة فيها gossip أو gossiping، إنك أنت هي معنى الحرف الثرثرة بس المقصود فيها هون الغيبة أو النميمة، إنك أنت تحكي عن شخص أصلا مش موجود بطريقة سيئة ما إلها داعي، فما حدا راح يحب يسمعك وأنت بتحكي هذا الكلام. يعني يمكن 90% حتى لو كانوا الشخص اللي أنت بتحكي عنه أصلاً شخص بيكرهه. العادة الثانية اللي أنت لازم تبعد عنها عشان تخلي الناس تحب تسمع الكلام اللي أنت بتحكيه judging. So stop judging، وقف أنك أنت عم تحكم على الناس دائماً، عم تصدر أحكام سواء من تصرف عملوه من كلام حكوه من رأي هم مقتنعين فيه من تصرف من اي بيرسبكتيف ممكن انك انت تحكم من خلاله على الاشخاص، لانه الناس ما بتحب انه يتم الحكم عليها. والعادة الثالثة اللي اكيد 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 بدك تبعد عنها السلبية او نيجاتيفيتي، انك تبعد عن الشعور السلبي او الانطباع السلبي او الرياكشنز السلبية على اي شيء بيصير معك او اي شيء بتسمعه، او يمكن لما شوي تمشي بالعمر اكثر وتكبر بالعمر ما تكون شخص سلبي وحياتك كلها نيجاتيف، فطلع دائما على النص المليان من الكأس. العادة الرابعة اللي بتقتل أي حوار، أي حوار فعليا من قتل إذا كانت هذه العادة موجودة فيه، وهي الكومبلينينج الشكوانة بلغتنا، إنك تشكي كثير. والله مش ضابطة معي، والله طفران، والله تعبان، والله مش عارف شو، والله مش لاقي شغل،
والله دورت كثير على شغله مش ضابطه معي، والله هم بكرهوني، والله مش عارف. وقف شكواني، لانك انت مش بتضايق الشخص اللي قدامك، انت بتقتله تماما، تقتل الحوار كامل. العاده الخامسه اللي ما بنحب نسمعها، بنكرهها تماما، making excuses او تعمل اعذار او تختلق اعذار. بالعاده عشان نتهرب من اي مسؤوليه عم بتكون على كتافنا، نحكي اي عذر ونجيب اي عذر من تحت الارض، نخلق مليون عذر. عذر اكيد ما راح نحب نسمعك وانت قاعد بس بتعمل excuses. والله ما هو ما كان معي وقت اعمل الشغل الفلاني، والله ما هو انا ما كنت فاضي اعمل الشغل الفلاني، والله ما هو انا كنت راسي بوجعني. ولاحظ انه كل هاي العادات كلها مرتبطه ببعض. انت ما راح تعمل excuses الا لما تبلش تعمل complaining، الا لما تكون انت اصلا نيجاتيف. فلما تبعد عن واحده منهم بالضروره باغلب الاحيان راح تبعد عنهم كلهم. ف وقف انك بس تعمل excuses، ما تلاقي لك شماعة تعلق عليها كل اغلاطك. تحمل مسؤولية الاشياء اللي انت بتعملها او الاشياء اللي انت ما بتعملها. العادة السادسة اللي بتخزي وسيئة كثير وراح نكرهك، مش انه بس ما راح نحب انك انت تعملها، lying او الكذب. ان شاء الله نكون اصلا نطقتها بشكل صحيح. ما تكذب، يعني كثير احنا شاطرين في الكذب، فحاول يعني قد ما تقدر انك انت ما تكذب، ما تعمل excuses هي ما كانت موجودة، ما تكون نيجاتيف على اشي ما له داعي يكون نيجاتيف، ما تعمل complaining او شكواني على اشياء مش صحيحة. سو زي ما حكيت لك كلهم مرتبطين في بعض، فمشان الله لا تكذب، ما راح نحب نسمعك وانت بتكذب. وكثير سهل نعرف مين اللي بيحكي الاشي الصح ومين اللي بيحكي الاشي الكذب، والكذب I think كل الناس تكره هاي العادة. والعادة السابعة يا حبيب قلبي اسمها بالإنجليش إن شاء الله أحكي صح، dogmatism أو وجهات النظر أو التنظير. إنك أنت دائما تختلق أحكام وقوانين بناء على وجهات نظرك بس. هلأ هون مش كثير غلط الجملة، لكن إن تكون وجهات نظرك وأحكامك وقوانينك ما إلها أساس من الصحة وما تجربت ومش عملية ومش صح، بس هي لأنها وجهة نظرك بتحكي هيك، فهذا اسمه تنظير أو دوغماتيزم. فإحنا كلنا كل الكوكب ما بحب إنه يسمع أو يتكلم أو يأخذ سبيتش من حدا بنظر كثير زي حالاتي يعني. هلا في كثير ناس راح تكرهني في هذا الفيديو، بس في هاي النقطة تحديدا في كثير ناس راح يكرهوني، بس أنا I assume إنه معظم التنظير اللي بحكيه بيكون على أساس من الصحة إن شاء الله يا رب. يعني ما علينا، المهم انت حاول انك انت تبعد عن التنظير عشانك مش عشاني يعني. معناته ملخص العادات اللي انت بدك تبعد عنها عشان الناس تبلش تحب انها هي تسمع لك، الثرثرة كانت او الغيبة والنميمة، الجادجينج او الحكم على الناس، الكومبلينينج او الشكوى، او لا اول شيء حكينا النيجاتيفيتي اللي هي السلبية، واربعة الكومبلينينج او الشكوى او انك انت تشكي كثير، وخمسة كانت اللاينج او الكذب، خمسة كانت الاكسكيوزز او انك انت تختلق الاعذار، وستة كانت اللاينج او الكذب، وسبعة كانت دوغماتيزم او التنظير او اختلاق وجهات النظر وقوانين الاحكام بناء على وجهات النظر. ابعد عن هدول السبعة ديفينتلي الناس راح تبلش تحبك. طب جاسر انت حكيت نبعد عن كل اشي بناك. ايش خليت اشي نحكيه للناس على اساس انه هي اساسا تحب تسمعه او ما تحب تسمعه؟ هلا ححكي لك ايش الاشياء اللي تعملها عشان الناس تصير تحب السبيتش اللي انت بتحكي فيه، بعيدا عن السبع عادات اللي انت اوريدي بلشت انك انت تبعد عنهم. هلا حط في بالك انه انا اللي بحكي عنه في هذا الفيديو هو مش الحكي الفاضي واللت والعجن اللي احنا بنحكيه سواء مع اصحابنا واحنا قاعدين نلعب شده، ولا احنا قاعدين بنأرجل في كافيه، ولا واحنا طالعين ناكل ايس كريم، ولا بناخذ درايف، ولا لا لا، عم بحكي عن شيء له داعي. كلام مش حكي فاضي، يمكن يكون في مؤتمر، يمكن يكون في خطاب، يمكن يكون في حوار بينك وبين زملائك في الشغل، يمكن يكون مع البوست تبعك او الليدر تبعك في الشغل، يمكن يكون مع اصدقائك بس لما تكونوا قد حالكم وتكونوا تحكوا حكي على مستوى مش قاعدين تتخوثوا على بعض، فحكي له داعي. وهذول فعليا الاشياء اللي بدك تحطها في بالك لما انت تكون عم تقصد انه I want to speak in a manner that people or in a way that people want to listen. هم أربع أشياء أنت بدك تحطهم في بالك، فخلينا ناخدهم بشكل سريع وما نطول كثير. هلأ هذول الأربع شغلات اللي بدك تحطهم في بالك، في كلمة إنجليزية انذكرت في الفيديو وهي اللي بتختصر هذول الأربع شغلات، وهي hail H-A-I-L.
واللي هي to greet or acclaim enthusiastically. الحمد لله أنا حكيتها صح. enthusiastically. واللي هحكيهم I believe إنهم literally هم كلمات أو بديش أحكي كلمات هم practice أو ممارسة هي effect أنت ممكن تفكر فيها وتطبقها وliterally راح تشد انتباه أي حدا بيسمعنا. أولهم من كلمة hail اللي حكينا عنها نأخذ حرف ال H واللي هو اختصار كلمة honesty to be clear and straight تكون واضح ودغري. والحرف الثاني اللي بتاخده من كلمة hail برضو اللي هو A authenticity. authenticity وهي انك انت to be yourself يعني مش مطلوب منك اكثر من انك انت تكون على طبيعتك لا تفتعل اكثر ولا تحاول انك انت تقلل من طبيعتك كون على طبيعتك كيف انت بتتصرف او كيف تشتغل مع الناس تصرف بهذه الطريقة وان شاء الله اكيد راح يحبونهم يسمعوا لك ويقعدوا معك ويحكوا معك. من هيل حرف الاي اللي هي integrity يعني be your word. احنا من كلامنا او بثقافتنا بنحكي انه الزلمة بنمسك من كلمته يعني كون قد حالك اللي بتحكيه اعمله. وبصراحة الحلو في الموضوع انه هذا الفيديو عليه 29 مليون فيوز بس اذا بتطلع على كل اللي عم بحكي لك اياهم هي يعني من بدي اسميها العادات او التقاليد ايش حكي العادات والتقاليد القيم اللي نحن عايشين على اساسها I think سواء مسلمين او من الديانات السماوية الغير مسلمين كمان بديش ادخل ببارت الدين بس بقول لك او انحكى في القرآن كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون بما معنى ف be your word كون قد حالك والزلمة بنمسك من كلمته. هلأ الحرف الرابع اللي ضل من كلمة هيل هو حرف ال L وال L كلنا عارفين انه it refers لل love. طبعا هو أنا بتجيني حساسية بتجيني غيبوبة يعني أنا مش كثير مع موضوع ال و love بس المقصود هون مش الاشي اللي بيجيني انا منه حساسية لا هون المقصود انك انت مش تحب الناس وقلوب حبه وروده وإلى آخره المقصود انك انت اتليست تتمنى الخير للكل يعني والله اللي رجع الكل الدين لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ماشي فانت تتمنى لهم الخير وطبعا تحسدهم مش وتقردهم مش وتقززش سماهم شو اللي قاعد احكي المهم انه انت تتمنى للكل الخير. طبعا هم هدول الاربع اشياء اللي انت literally اذا انت تتحلى بهذه القيم وتتحلى بهاي المواصفات انت يعني بطريقة او باخرى الناس راح تحب تقعد معك وراح تحب تصير تحكي معك وما الاخره as long as انه انت بعدت عن السبع عادات السيئة اللي كنا نحكي عنهم في الاول. So تبعد عن السبع عادات وبتروح تتعامل مع ال HI او ال HAIL الاربع قيم اللي عم نحكي عنهم هيك انت امورك 100% في السليم. بس طبعا لا تروح اكستريم ولا تروح اكستريم. نرجع لكم للدين خير الامور اوسطها معلم. يعني قلنا لك اونستي ما تروح تشوف اللي بحكم الفيديو صراحه كان مثال ما تشوف زميلتك في العمل تقول لها لا انت اليوم تخزي مش حلوه او تكون مرتك عامله قصه شعر حلوه اول ما تفتح عيونك الصبح شو الاشي اللي بيخزي اللي عاملت. لا 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 استهدف روق على حالك بس تكون honest بكل الأشياء اللي أنت لازم أنك أنت تكون honest فيها ويتطلب الأونستي. love if you care for people فعليا فأنت لما تشوف حدا حتى لو أنه هو مش مزبط شكله مش هتقول له شكلك بخزي برضه يعني لا راح تقول له أنه والله مرتب إذا سألت أو بتضلك ساكت. نرجع للدين بقول لك فليقل خيرا أو ليصمت. أنا اليوم معيار الدين عندي مرتفع حرة بس جد فعليا إذا بتقيسها literally هاي القيم اللي أنت تحليت فيها كل الناس راح تحب تقعد معك وتسمعك وما راح يكرهوك اتليست يعني يا سيدي بلاش يحبوك بس ما راح يكرهوك. ها لهون ما بدي اخلي الفيديو اطول من هيك لانه الفيديو الاصلي اللي منه فكره الفيديو هاد انعملت هو كان بحتاج وقت اطول انه ينحكى فيه بس انا بدي اوقف لهون. فملخص الفيديو تبعنا ابعد عن السبع عادات اللي حكيناهم في الفيديو تبعنا وتحلى في الاربع عادات اللي برضو حكيناهم او لخصناهم. اكيد الناس راح تبلش تحب انها تشوف خلقتك ان شاء الله تقعد معك وتسمع شو بتحكي. في الفيديو الجاي راح ادخل في تفاصيل اكثر من نفس الفكرة اللي فعليا كيف الناس عن جد بعد ما بطلت تكره تقعد معك او بلشت تحب تقعد معك وتسمع كلامك كيف تشدهم وتاخد خلينا نحكي الاتنشن تبعهم to the maximum عشان يسمعوا كلامك from A
to Z. من هون لأشوفكم في الفيديو الجاي، قولي في الكومنتس إذا فعلياً عمركم جربتوا شيء من هذا الحكي أو بعدتوا عن شيء من هاي العادات أو تحليتوا بشيء من هاي العادات، إذا لا سمح الله يعني، وهل فعلياً كان لها تأثير على السبيتش تبعكم أو الأودينس تبعكم لما كنتوا عم تحكوا معهم. ومن هون لما نشوف الريزلتس أو لما نشوف الفيديو الجاي أو نكمل الجزء الثاني، أشوفكم بألف خير وسلامة وسلام.